طفرة تنموية تشهدها محافظة مطروح في الآونة الأخيرة تشمل البنية التحتية للمحافظة والخدمات الأساسية للمواطن المطروحي، ابتداء بقطاع الطاقة من إنشاء أكبر المصانع لتعبئة غاز البوتاجاز ومشروع الغاز الطبيعي الذي يخدم أكثر من 30,000 وحدة، مرورا بتطوير مشروع نقل الركاب ليغطي المحافظة المترامية الأطراف التي تمثل حوالي 16% من مساحة الجمهورية، انتهاء بمشروع تحلية المياه مطروح الذي نجح في تحقيق الاكتفاء لمدينة مطروح التي كانت تعاني قلة شديدة في مياه الشرب، وخاصة في فصل الصيف مع توافد المصطافين على المحافظة. مصنع تعبئة الغاز من أهم الصروح الصناعية في محافظة مطروح، واللي بتمثل قد إيه أهمية وجود المصنع ده في محافظة مطروح، قد ايه هو بيخدم المواطن المطروحي بكل طوائفه. من اهم المصانع الموجوده اللي بتاثر على اقتصاديات البلد نفسها، قد ايه بيساعد في تنميه المحافظه في جميع مشروعاتها الاقتصاديه والسياحيه والزراعيه، جميع المشروعات المصنع بيقوم بخدمه، بالاضافه الى خدمه الساده المستهلكين. النهاردة المصنع بعد تطويره وبعد ما لو علاء أبو زيد بفضل الله تعالى تم تطويره في شهر 5/2016 العام الماضي بتكلفة تقترب من 10 مليون جنيه، وجميعها من خارج الصندوق. النهاردة عندي طاقة إنتاجية في أوقات العمل العادية 18,000 أسطوانة، في حين أن المحافظة استهلاكها من 10 إلى 12,000 في الوقت العادي، في وقت الذروه بنصل الى 15,000 أسطوانة في اليوم. احنا عاملين حسابنا في تخطيطنا ان ننتج لغايه 24,000 أسطوانة. كان المشروع ده اصلا كان بدا من حوالي 15 سنه، كان وصل بدايته كانت حوالي 20 اتوبيس، في اخر المرحله لغايه سنتين ونص كان وصل 15 اتوبيس. حالتهم كان جيده، كانت الحاله بتاعتهم جيده. لما جه سياده وزير المحافظ من سنتين زود الاتوبيسات في مدينه مطروح بس ل 32 اتوبيس، ل 32 اتوبيس على مستوى خطوط الداخليه كلها اللي بتخدم المدينه. من بجانب طبعا هو برده بعت اتوبيسات للمدن اللي حوالينا، حوالي كل مدينه من اتوبيس لاتنين اتوبيس لكل مدينه على مستوى المحافظه، يعني حوالي كمان 16 اتوبيس. تم انشاها لحل مشكله عجز المياه بمحافظه مطروح. الطاقه الانتاجيه للمحطه 48,000 متر مكعب يوم، التكلفة إجمالية حوالي 450 مليون. المحطة بتمتاز بأحدث نظام تحكم، عندنا نظام بي ال سي ونظام سكادا، يعني مراقبة الجودة والتحكم موجودين بالمحطة. في كمان نظام استعادة الطاقة، ده بوفر لنا الكيلو متر المستخدم في تحلية المتر مكعب مية. في كمان نظام توفير الطاقة في المحطة، بدل ما استخدم 6 كيلو وات عشان أنتج متر مية، بقدر استخدم 3 كيلو بس. بنتابع مراقبه جوده الميه من بدايه من مراحل التشغيل. اول حاجه بنسحب عينات من بنراقب جوده الميه من مأخذ، بدايه من المأخذ وبعد كده ايه بعد الار او وبعد المعالجه النهائيه. وعلى الرغم من النقلة النوعية التي تشهدها المحافظة، ما زال هنا في مطروح من يعانون من عدم وصول قطار التطوير إلى مناطقهم، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية في شوارع مطروح، الأمر الذي يهدد تجار السوق الرئيسي بالمدينة بالإفلاس لعدم رواج تجارتهم. أنا عايشة في كيلو 7 في مرسى مطروح، وبعاني من المجال وبعاني من المية، وبننزلناها على الفيسبوك ومحدش عمل لنا حاجة، ولا عارفة أفتح شباك ولا عارفة أفتح باب، وجوزي راجل مريض وماشي ببخاخة ومحدش عمل لنا حاجة لغاية دلوقتي. محلك سرت مساكن في كيلو 8،
اخر مساكن اتبنت في مرسى مطروح، لا يوجد فيها مدرسه ولا وحده صحيه ولا اي حاجه تخص المواطن. اوحش حاجه في مطروح التموين، ما فيش رقابه على التموين كويس. ممكن تروح تجيب كيلو سكر دلوقتي ب 10 جنيه ونص ويدوا لك ب 15 جنيه، كيلو ازازه الزيت ب 12 جنيه يقول لك ب 20 و 18 وهكذا، فهمت؟ ما فيش اي رقابه على التموين اطلاقا. احنا بنشكر سياده المحافظ في حاجات انسانيه كتير بيقف معاها، ديت ما فيش شك كل الناس عارفه، بس في حاجه ان مهتم بالكورنيش اكتر من اللازم، وسايب اهل مطروح والشوارع الفرعيه اي عزبه، ما فيش اي حاجه جديده. احنا لان في مرسى مطروح السرفيز ادت كتير خدمه للمواطن، خصوصا المواطن في ازمه المواصلات في الصيف وفي الشتاء. طبعا سرفيز داخلي كيلو 4 وشارع 15 والسنوسيه، يعني وفرت حاجه كثيره للمواطن. لما تواجد السرفيز وفر على الناس ماديا، وفر على الناس فكره القلق والتوتر من ان هم راكبين مع سواق تاكسي عارفينه ولا مش عارفينه، مع ميكروباص عارفين السواق اللي فيه ولا مش عارفينه. فدي اداره من الالف للياء بتدي للناس سبل الامان. يعني هو صراحه فادنا في كل حاجه. الاول ما كناش بنلاقي مواصله، ولو كنا بنركب تاكسي كان بيتامر، ما كانش بيرضى ياخد 5 جنيه يقول لك 10 جنيه، لكن كده صراحة مرتاحين. جهود مكثفة يقوم بها محافظ مطروح للنهوض بالمحافظة في جميع المجالات، بشهادة العديد من أهالي مطروح الذين يطالبون بتحقيق اللامركزية في الإدارة، ليتسنى تحقيق باقي المشروعات التي وعد بها المحافظ أهالي المحافظة. عمرو موسى، صباح دريم.